تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري لاحتواء الخلاف مع النائب اللواء جميل السيد إثر تظاهر عدد من مناصري حركة أمل أمام منزل السيد مساء الثلاثاء واستفزاز الحرس وإطلاق الشتائم. فبعدما أعلن النائب اللواء جميل السيد عن عقد مؤتمر صحفي نهار الخميس في مجلس النواب يتناول فيه تفاصيل ما حدث ليلا، عاد وأعلن في تغريدة لاحقة صرف النظر عن عقد المؤتمر وقال: بعد توضيحات بلغتني من دولة الرئيس نبيه بري وإدانته محاولة التعرض لمنزل أمس من قبل عناصر حركية غير منضبطة وتلبية لتمنيه باحتواء الوضع الناتج عنها، يرجى أخذ العلم من قبل وسائل الإعلام بأنني قد صرفت النظر عن عقد المؤتمر الصحفي الذي دعوت إليه غدا في المجلس النيابي. التغريدة التخفيفية هذه أتت بعد سلسلة تغريدات صعد فيها النائب اللواء جميل السيد صباحا، فقال: مرأنا بالحرب ومحاولات الاغتيال وعشنا الاعتقال 4 سنوات وتعرضنا لعقوبات من برا وطعن من جوا، وما تغيرنا ولا تخلينا ولا بعنا ولا اشترينا، مخلصين لأنفسنا وأنعاتنا ومستمرين لأن الحياة وقفة عز. لكن نصيحة: صغاركم صورة عن أخلاقكم، وإذا أولادك زعران ستسقط معكم ولو كنت نبيا. وأضاف في تغريدة ثانية: لما تكون وحدك بيتك ما بتفرق معك، ممكن تواجه دول، بس لما تكون بنتك عندك بالبيت ومولدة من شهر ما بيعود حدا كبير قدامك، لا الزعران ولا الإله تبعهم.